هنعمل البسبوسه البسيطه السهله اللي انتوا اتعودتوا معايا عليها، اللي بتطلبوها مني يا جماعه مفيش ابسط منها في الحياه. عباره عن كيس بسبوسه بلاش سميد خالص عشان الناس اللي بتنشف منها السميد ما بتعرفش تظبط الدنيا، كيس بسبوسه عادي جدا، علبه ونص من الزبادي او علبه على حسب المتاح عندك، ومعانا نص كوبايه من السمنه السايحه اللي هي بدرجه حراره المطبخ، تمام كده، ومعانا ربع معلقه ونص معلقه من البيكنج باودر، تمام. طيب البيكنج باودر اختياري ان احنا نحطه او ما نحطوش. طب ليه يا شيف؟ لان انا واحده من الناس بحب الحاجه كده ايه بطبيعتها بشكلها، ما تاخدش، مش عايزاها تبقى كيكه، فانت زي ما انت عايزه، اختياري بالنسبه لك انك تحطي اضافه البيكنج باودر او لا، تمام. هنجيب كده بقى ايه سباتشيلا معانا ونبدا نضيف. انا عن نفسي بحب اضيف المواد السائله الاول، يعني هناخد السمنه بتاعتنا اهو بالشكل ده. بصوا طبعا اختياري القشطه، بس انا شلتها من المنيو او شلتها من المقادير عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش استطاعه انها تحط القشطه ما يبقاش في مشكله بالنسبه لها وتعرف تعمل وصفه سهله جدا. طب يا شيف لو انا عايزه احط القشطه احط قد ايه؟ احط معلقه كبيره او معلقتين من القشطه على حسب ما انت بتحبي الحاجه دسمه او لا. بتنقل البسبوسه في حته تانية خالص، تمام. بنقلب المكونات السائله الاول مع بعض كده كويس جدا. يا جماعه الناس كتير قوي بتستصعب البسبوسه وهي مفيش اسهل منها اهو بالشكل ده. نقلب ونجيب البسبوسه بتاعتنا ونبدا نضيف شويه بشويه كده ونلف. انا مش عايزاها مبسوسه، انا عايزاها بس يا دوبك ملمومه كده مع بعضها اهو. ونقلب عشان ما تكلكعش معانا مره واحده. عايزه اقول لكم السميد مشكلته ان بيشرب السوائل اكتر من البسبوسه، يعني لو انت بتعملي بسميد بيشرب السوائل معاكي بسرعه جدا اهو. فليه تكنيك تاني خالص في عمايله. فالناس المبتدئين كيس البسبوسه ده مش هياخد في ايدك 5 دقايق وهتلاقي نفسك عامله احلى بسبوسه في الدنيا اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين مرمله ازاي وحلوه جدا. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاها ماسكه. طيب هنحط البيكنج باودر يا شيف، هنحط حبه صغيرين اهو، رشه صغيره، انا بالنسبه لي رشه صغيره اهو. واقلب زي ما قلت لك، الطبخ ده اختياري، تقدري تحطي وتشيلي في اللي انت عايزاه بس ما تكونش حاجات اساسيه بوظ لي الوصفه. طيب انا خدت الزبده كلها فتمام اهي، في حته زبده ربنا ايه كرمني الحمد لله. طيب هنجيب فرشه كده اللي احنا بنفرش بيها الحاجه في الصواني، وهجيب شويه من الزبده كده واغلف الصينيه بتاعتي كويس جدا. والخطوه دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتدي طعم البسبوسه وبتديها كده كفر مقرمش حلو جدا اهو. نعمل كده في البيت طبعا بايدينا، فاهمين الخير في البيت كده نعمل بايدينا احنا هنا، بس عشان ايه محدش يقول لنا بتستخدموا ايديكم اهو بالشكل ده، تمام كده. طيب تعالوا بقى نكون واخدين البسبوسه بتاعتنا الحلوه دي ونقول بسم الله وننزلها كده في الصينيه بتاعتنا اهو. اسهل بسبوسه في التاريخ، مفيش اسهل من كده اهو. ونبدا نفرد كده اهو. يا سلام على ريحتها، طبعا ريحه السمنه بتخليها في حته تانيه خالص اهو. نعمل كده لحد ما نفرد بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام كده. طيب انت حابه تزينيها بمكسرات، حابه تحطي عليها مثلا سوداني، حابه تحطي عليها عين جمل، اللي انت عايزاه ده اختياري. انا بقى بعمل حاجه في البيت مش عارفه ده متاح اعمله دلوقتي، بتكها كده بصوا تكتين كده على، بصوا بتفرق في الشكل ازاي، بتتفرد معاكي ازاي اهو، من غير بقى ما تبداي تعملي بسباتيلا والكلام ده، بتفرد معاكي بمنتهى السهوله. طب تيجي نضيف كده تركايه ونحط شويه مكسرات، معانا هنا عين جمل، نبدا كده نحطه بطريقه، نرصه كده بشكل كده معين يدينا شكل في الصينيه اكننا جايبينها من بره بالظبط اهو. طبعا اللي ما عندوش مقدره يحط اي نوع من المكسرات والموضوع غالي عليه، نقدر نحط شويه سوداني مش هيقولوا لا، مفيش خالص مفيش مشكله، هيدينا الطعم اللي احنا عايزينه برضو اهو اهو.
تسلموا اهو بالشكل ده. اي رصه بقى انتوا عايزينها هتمشي معانا. ممكن نحط كده ايه واحده ما بين كل واحده وواحده، نحط واحده تاني اهو بالطريقه دي. طيب عندنا حاجات لازم نقولها برضو مهمه جدا لنجاح البسبوسه بتاعتنا. ايه هي؟ ان احنا لازم العسل يكون سخن، وكمان البسبوسه بتاعتنا تكون سخنه. والعسل بتاعنا بيبقى عباره عن كوبايه من السكر على كوبايه من الميه، غلوتين ثلاثه عصره ليمون اول غلوه، تاني غلوه بنطفي النار ونحط شويه فانيليا وشكرا على كده. تمام كده اهو. ولازم اول ما تخرج من الفرن تكون سخنه والشربات بتاعنا سخن. اهي طريقه سهله وبسيطه وتستاهل بقكم.